اهلا وسهلا بك احمد مره اخرى، وايضا تحيه للزميل العزيز مهند القمشوع المتواجد معك في استوديو برنامج الحدث، وحديث متواصل بطبيعه الحال عن الحدث اللي صار يوم الامس، مباراه منتخبنا امام المنتخب التايلندي. جزئيه رضا اللاعبين لاعبي تايلند وايضا الجهاز الفني ما بعد المباراه مباشره، هناك حاله فرح كان بالنسبه لهم، ايضا حتى خروجهم من منطقه المكزون منطقه المقابلات الصحفيه كان هناك ايضا حاله من الرضا بالنسبه لهم، لانك انت كسبت 4 نقاط الى الان ووضعت نفسك في مقدمه الفرق اللي ممكن تتاهل كافضل ثالث من البطوله، وبالتالي هو سير المباراه بشكل مناسب بالنسبه له وبحسب ما يريد، واعتقد نقطه مكسب بالنسبه له. دعونا نتحدث عن هذا الامر وايضا امور خاصه بمنتخبنا الوطني مع الصحفي الرياضي الزميل العزيز وليد العبري. وليد مساء الخير. يعني حالة انت من بالنسبه لي من الاشخاص اللي توقعت نتيجه المباراه قبل بدايتها ان راح تمر الى التعادل وهو ما حصل، كيف قرات بالنسبه لك هذا التوقع؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا كانت ليله كئيبه، لحظات حزينه، لحظه اخرى حزينه للجماهير العمانيه التي كانت تمني النفس بنتائج افضل في هذه البطوله. طبعا انا توقعت النتيجه بناء على معطيات ومؤشرات كانت واضحه بصراحه. المنتخب فقط ممكن نستثني جزء بسيط من الشوط الأول، المنتخب لم يكن حاضرا في مباراة السعودية، ممكن بعض الجماهير توقعت أن المنتخب سيكون أفضل في المباراة الثانية، ولكن عكس ذلك تماما، لم نشاهد منتخب قادر على الوقوف في أرض الملعب. حتى بداية المباراة المنتخب لم يبدأ بالشكل الجيد، لم يوحي للجماهير أنه طبعا أن في نية من المنتخب للتسجيل، بالعكس العكس تماما. طبعا لاحظنا في بداية المباراة نوعا ما سيطرة نسبية للمنتخب التايلندي، هو كان أفضل، هو كان يسير المباراة، وهذا ما حصل. يعني المنتخب الأول كان خارج الخدمة تمام، في الشوط الثاني فقط كانت سيطرة سلبية من منتخبنا الوطني بدون أي تسديدات على مرمى. لو شفنا الإحصائيات المباراة فقط يعني طوال الشوطين تسجيل واحد على مرمى للمنتخب في المستوى الرابع، منتخب تصنيفه العالمي 113، أعتقد هذه مشكلة كبيرة جدا، وبرايكو لا يعترف بهذه المشكلة تماما. يعني لاحظنا انت ذكرت نقطه برانكو، انا اريد اسالك فيها، اصرار برانكو على نفس الاسلوب على نفس النهج اللي شفناه، وايضا حتى على مساله التغييرات، وتحدث حتى قبل المؤتمر الصحفي بانه راح يلعب بنفس الاسلوب، بما تفسر حاله برانكو وتعامله مع هذه المباريات بهذه الكيفيه؟ والله اخي سعيد، هذه حاله من الصعب تفسيرها تماما. يعني المنتخب في المباراه الاولى لم يكن مقنعا بدرجه كبيره، طبعا مثل ما اسفنا الذكر باستثناء الفتره الاولى من الشوط الاول، غير ذلك المنتخب كان منتخب بصراحه بين قوسين، يعني قدم كرة قدم مشوهة في مباراة في الشوط الثاني مباراة السعودية. لم نستغل الحالة التي عليها المنتخب السعودي. المنتخب السعودي كانت مباراة منتخبنا بالنسبة لبوابة الدخول لبطولة أمم آسيا، ما قبل مباراة منتخبنا الوطني المنتخب السعودي لم يكن حاضرا في أمم آسيا، كان منتخب متخم بالمشاكل بكثير من الأمور خارج نطاق الملعب. البرانكو طبعا في المباراة الثانية واصل نفس الأسلوب نفس الأسماء، من الصعب ان تجد تفسير لهذا بصراحه. انا كمتابع طبعا كجمهور كمتابع من الصعب ان اجد تفسير لما قام به برانكو، تصر على نفس التشكيله نفس الاسماء في الشوط الاول امام منتخب تايلاند، يعني لم يكن المنتخب ابدا في يومك العاده، واستمرار لما حدث في المباراه القادمه في المباراه الماضيه امام المنتخب السعودي. في الشوط الثاني لم نشاهد تدخلات ممكن خلينا نوعيه من المدرب. المدرب دقيقه 88 اخرج مهاجم واقحم مهاجم اخر، من الصعب أن تجد تفسير. المنتخب بصراحة غير مرضي تماما في أول مبارتين، ليس المشكلة أن تخرج بتعادل أو بنقطة، ولكن هل قدمت مستوى؟ بكل تأكيد المنتخب لم يقدم أي مستوى يذكر في أول مبارتين. وليد نبقى مع برانكو، نعرف وضع برانكو، مسألة التفاوضات اللي صارت أثناء البطولة، حتى بالأمس شاهدنا حديث جديد أيضا عن تجديد برانكو، هل تعتقد أن برانكو مثل ما نقول مصحصح مع المنتخب، حاضر مع المنتخب بكامل حضوره وتركيزه على الأداء الفني في الملعب؟ هذه مشكلة أخرى أخي سعيد، وهذه مشكلة أكبر طبعا. لو نجي طبعا نتطرق للمشكلة من بدايتها، اتحاد القدم على لسان نائب رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم الفاضل محسن المنصوري تحدث القناة الرياضية في شهر سبتمبر الماضي أنه تم الاتفاق مع برانكو على تجديد عقده لسنتين إضافيتين بقناعاتهم طبعا، وهذا رأيهم الشخصي ويحترم بما قدمه في الفترة الماضية. طبعا جاء أكتوبر، جاء نوفمبر، لم نشاهد أي توقيع رسمي، خسر المنتخب الوطني أمام قرغيزستان، تلخبطت الأوراق من جديد مرة أخرى. المدرب جاء إلى الدوحة طبعا، خلينا نسميه بين قوسين معلق، لا أحد يعرف مصيره. المدرب يتحدث مع الإيرانيين في الفندق، أعتقد هذه مشكلة أكبر، وهذا طبعا جاء على لسان الصحافة الإيرانية التي كتبت بكل التفاصيل ما حدث.
هل برانكو مصحصح أمام مصحصح؟ هذا أنا بصراحة لا، من الصعب أن تجيب على هذا السؤال، ولكن أعتقد المشكلة البرانكو الأساسية هي مشكلة تخص اتحاد القدم، لم يحسم المدرب. طبعا هناك فرق عندما تتفق مع مدرب أنها ستكون البطولة الأخيرة لك، ومن ثم سنقيم، لا مش نقيم، سنبحث عن مدرب آخر، ولكن أن تأتي للبطولة بمدرب معلق ولا يعرف أصلا سيستمر هل سيبقى، أعتقد حتى أسئلة الأخوة الصحفيين في مؤتمرات صحفية دائما، حتى طبعا غير عن العمانيين، صحفيين عرب، صحفيين إيرانيين، أجانب، يتحدثون عن هذا الأمر، هل سيبقى برانكو أم سيرحل؟ سؤال أخير وليد، احنا دائما ما نضع نفسنا في مسألة الحسابات المعقدة مثل ما صار في 2019، الآن رجعنا إلى نفس هذه الدوامة، برأيك كيف منتخب قادر على تجاوز هذا المرحلة؟ شوف يا أخي سعيد، المنتخب أضاع فرصة ذهبية، من بين المشاركات الخمس هذه أسهل مجموعة لمنتخبنا الوطني، إذا استثنينا المنتخب السعودي، طبعا هو ليس المنتخب السعودي، ليس اليابان، ليس أستراليا، ليس كوريا، في كما حدث معنا في البطولات السابقة، من المفترض أننا أمام مع المنتخب السعودي بنفس المستوى تقريبا من الأداء داخل الملعب، لكن الآن بعد أول جولتين المنتخب السعودي 6 نقاط، منتخبنا فقط نقطة وحيدة اكتسبها بصعوبة بالغة أمام المنتخب صاحب التصنيف 113 عالميا. المباراة القادمة في علم المجهول، لا طبعا ما نعرف إيش اللي راح يحصل، ولكن الإيجابية الوحيدة تبقى أن منتخبنا في المجموعة السادسة سيكون آخر مباراة سيخوضها في دور المجموعات، وبالتالي سيدخل المباراة وهو يعلم ما يحتاجه من هذه المباراة. أيضا هناك شيء آخر يخص المجموعة السادسة، كانت هناك إيجابية كان يجب علينا أن نستغلها، طبعا أول المجموعة السادسة وثاني المجموعة السادسة لن يلعبوا مع أي بطل المجموعات الخمس الأخرى، لم نستثمر هذه الإيجابية على الأقل حتى الآن. شكرا لك وليد، إن شاء الله نتمنى التوفيق لك في عملك، ونتمنى إن شاء الله نفرح ولو في المباراة الأخيرة على أقل تأخير التأهل للدور القادم. نتمنى أن نشاهد منتخب آخر في مباراة غير غازستان، ونتمنى أن يكف برانكو عن تبرير ما نشاهده في أرض الملعب بأفعال أهم طبعا بتحقيق نتائج إيجابية إن شاء الله. إذن حديثنا مع وليد العبري، حالة مثل ما نقول برانكو، مثل ما نتحدث أخذ الجو في هذه البطولة، كنا يعني نتمنى أن برانكو يأخذ الجو أو يأخذ الحديث هذا بشكل إيجابي، أو أنه يكون مع النتائج الإيجابية، ولكن للأسف مثل ما تسمع أحمد، يعني الحديث أصبح عن أمور أخرى خارجة عن ملعب المباراة. نعود لك أحمد، تفضل.